الإيكوتوريزم أو السياحة البيئية هي نوع جديد من النشاط السياحي الصديق للبيئة، ويلي بحافظ على الثروة الطبيعية والحضرية، وبيعني السفر لمناطق طبيعية ما فيها تلوث للاستمتاع بمناظرها ونباتاتها وحيواناتها البرية. وبهيدا النوع من السياحة النظيفة بتتم ممارسة نشاطات ما بتضر بالبيئة مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية، تسلق الجبال وزيارة الغابات. أهمية السياحة البيئية إنها بتحافظ على التوازن البيئي وبتحمي الحياة الطبيعية البرية والبحرية والجوية من التلوث، بتخلق فرص عمل جديدة، بتحسن الوضع الاقتصادي للبلد، وبتزيد الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية. احترام البيئة هو ثقافة لازم الكل يمارسها ببلده وكل البلدان يلي بيزورها، بس السائح منه وحده المسؤول عن إتلاف المناطق الأثرية أو السياحية، والسكان المحليين عندهم دور كبير بحماية بلدهم. ساهموا بحماية طبيعة بلدكم والبلدان يلي بتسافروا عليها، فكروا بالبيئة بكل ممارساتكم، and go green!